ضربة الجزاء حاجة من الاتنين، يا إما أنت بتبقى جامد قوي وشايف الجون رايح فين فبتحطها الناحية التانية بتدخل براحة، يا إما أنت بتبقى مكرر زاوية وتركيز أهم حاجة، تبقى أهدى من اتوترت هتلاقي نفسك مطلع ضربة الجزاء قد كده. مطلوب بقى منكم في ضربات الجزاء حاجة مهمة قوي، إنك تلعب على الكرة. التوتر ده بياخد من تركيزك ومن تفكيرك ومن قرارك، فأهم حاجة تبقى أهدى حاجة، أنت لازم تبقى مكرر زاوية وهتحط فيها جامد، أنت حاطط الكرة كده وحاطط عارف إن أنت هتحط فين وتحط جامد، أقصى حاجة عندك. أول ضربات الجزاء عبد الله عبد الله وحمزة، كان هيشيلها حمزة، زعلان حمزة. عبد الله ابن الشرقية يلعب الكرة حلوة قوي، بيركنها كده على يمين حمزة اللي راح وعمل عليه محاولة حلوة قوي. جامد ايه يا جامد؟ حلو شد الاحتفال، توقع البنا الواد ما خدش خطوتين لورا، طلع جامد قوي قوي يعني. عبد الله حاملها حلوة، ولكن حمزة بص ايده العكسية جابت الكرة، لمست مشروع حارس رائع. عمار غنيمة ابن المنوفية بيجهز لأول ضربات الجزاء اللي هيشوطها عبد الرحمن سعد. عبد الرحمن حلوة ويلعب الكرة حلوة قوي. جامد عبد الرحمن سعد بيلعب الكرة كده ما خلاهوش يتحرك في مكانه، هنا ذكاء بقى اللاعب. البنالتي في وسط الماتش حاجه، والبنالتيات بقى الماشيه دي طبعا بتعمل ايه؟ احنا انا جربتها 4 مرات في مع منتخب مصر في بطوله الافريقيه، كل ماتش كل ماتش الاقي نفسي كده بتزق اول واحده كنت مضبط انت وصلاح ان هو انت تشوط الاولانيه وهو يشوط الاخرانيه عشان ترفعوا معنويات الفرقه بقيه اللعيبه كلها. بالظبط، هما يعني بيقولوا ان اهم ضربتين جزاء الاولى والاخيره. صح، ف بس اول اكتر ضربه جزاء انا كنت مكرر فيها بتاعت كاميرون. جمال عبد الباقي ابن البحيرة هو وحمزة. جمال وحمزة يا حلو بتاعت الكاميرون دي كاميرون. كنت جاي قبلها في كوت ديفوار، كنا بنلعب كوت ديفوار وحطيتها جامدة قوي فوق. لقيت بقى كل الصحافة بتاعت الكاميرون، بص ضربة الجزاء بص ايه، فأكيد الجون وانا أكيد شايف الحاجات دي كلها مزاج. فأنا مقرر إن هو كده كده هيطير قبلها، فرحت واقف لي شوية كده وحطيتها، فاهم؟ كان شكلها صايع. ويحرز الهدف جمال عبد الباقي ابن البحيرة. لعب الكرة على يمين الحارس، هيلعب ضربة الجزاء. ده متنشن، ده هيلعب ضربة الجزاء. سعادة يلعب الكرة مرة فوق عمر غنيمة، مرة 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 بيضيع الكرة عمر حمدي سعادة. عمر طبعا انا عارف ان هو لعيب كويس، لكن دخل بردك عايز يعمل زي كريستيانو وحط ايده في وسطه ورجع بقى خطوتين كده وراح شايط الكره بوش رجله. بوش رجله يعني ممكن تطلع عاليه زي ما طلعت كده بالشكل اللي احنا شفناه. معلش معلش هنلعب لايف بقى. مستعجل ليه؟ بس مستعجل ليه؟ حلوه. يحرز الهدف ابن هنا يا ولد، بقول لحضراتكم محمد وائل هائل عمل كده. ادي الكره اللي لعبها حلوه قوي. يا ده لا ما تصدش خالص، ما تصدش خالص. بس بتفكر في ايه بقى في المشي؟ قول لي لو انت ماشي تختار الزاويه. بص بصراحه انا بركز مع الجون قوي. ها؟ بس انا دلوقتي يعني في الزمالك كنت بشوط الخمسه، كنت منتخب بشوط الاولى. فانا وانا ماشي في الخمسه في اول ضربه جزاء معايا في الزمالك انا كنت مركز مع الجون بيعمل ايه، واحده وواحده وانت رايح وانت بتاع وانت بتتفرج. واحده 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 واحده. حلوه يا ولد، حلو. فانا كنت من داخل خلاص انا ماشي بفكر ايه هلعبها بأني طريقه، اعملها مش عارف ايه كده. في امم افريقيا كلها انا ماشي مقرر انا هعمل ايه، يعني انا ماشي عمال اعيد على نفسي انا هعمل ايه، فاهم؟ عشان كده بتبقى في اي مره بعد ما وصلت حسيت ان انت عايز تغير رايك؟ بتاع السنغال فعلا؟ والله. يا
سهلة قوي. الكل متوقع ان حمزة يصد كورة. هنشوف. ادم وحمزة. ادم وحمزة. وادم يشوط الكورة قوية قوي. بص رجلك حلوة خالص. لا لا حلوة ليه؟ بص الجول. هو مكرر في نص الجول. برافو. بالتحديد بيروح في زاوية حمزة ولكن يحرز الهدف ادم عثمان. محمد رفعت ابن اسيوط هو اللي هيشوط الكرة على عمار غنيمة ابن اسيوط. يلعب حلوة قوي الكرة. هنا بقى الكرة اللي جاية دي. ده اكتر واحد عاجبك حاسه في الفرقة كلها. اكتر واحد عاجبني. هنشوف. دي لوحديها مباراة فردية. عمر صبحي لو جاب دي عمر هيكسبوا الماتش. هو اللي هيشوط الكرة على حمزة. عمر صبحي يا راجل يا راجل ايه اللي انت عملته ده؟ دي وحشة قوي. يجدد الامان. دي وحشة قوي دي. دي فوق المتوقع دي. بتوع لما بتحط الكورة بترجع كام خطوة؟ عندهم؟ أربعة. أربعة لخمسة، ساعات أربعة وساعات خمسة. كينو ابن كومامبو. عمار غنيمة وكينو. ابن كومامبو، ابن أسوان يحرز الهدف. كان هيجيبه كينو. كينو كينو كينو. ابن كومامبو. احمد اشرف بيليا ابن منوفيه هيشوط الكوره. بيليا ويحرز الهدف. بيليا هدف لهدف. خلاص هم تعادلوا. ربنا يستر. معاذ ولكن يبقى صعب بامتياز. عمار غنيمة ويفوز طارق السيد وفريق حسن شحاتة. عصفورة فريقه عمل خطورة لتاني لقاءاته في كابيتانو. يفوز طارق السيد. مبروك طارق السيد. أطلق الحكم صفارة النهاية علشان يعلن فوز فريق حسن شحاتة. وشك حلو عليك. اللعيبه احتفلت بالفوز بشكل جنوني مع مدربهم طارق السيد. الفوز رغم صعوبته لكن بيخليهم يحتلوا صداره المجموعه الاولى.